شكرا التواجد ديالكم معنا اليوم داخل لا الدورة العادية ولا الدورة الاستثنائية بخصوص بعض التعديلات اللي اليوم جات على المحطة المدير للتهيئة العمرانية لمدينة الدار البيضاء، بالأحرى الدار البيضاء الكبرى اللي فيها الدار البيضاء والمحمدية والمديونة والنواصر والمنصورية. جاء طبعا بناء على الدراسة القبلية التي أبانت على بعض النواقص داخل هذا المخطط المديري وكان لازم نعالجها، وأيضا استجابة لكل ما هو جديد اليوم استحقاقات العالمية اللي مجيانا إن شاء الله تهيئا لكأس العالم 2030. اليوم كاين الملعب الجديد اللي هو في المنصورية لازم على أنه يكون داخل هذا المخطط المديري، المسار الطرقي لازم يكون المسار ديال السكك الحديدية للقطار فائق السرعة، وأيضا ديال القطار الجهوي لازم على أنه حتى هو يكون المسار ديالو محدد. دونك هادشي كله اليوم جا باش نزلوا هاد المسارات كلها ضروري تكون في المخطط التهيئي، فهو التعديل وهو تعديل جزئي مازال كنحثوا عليه، هو ليش صابي تعديل كلي بل تعديل جزئي من أجل وضع هاد اللبنات كلها داخل مخطط مديري لجهة الدار البيضاء الكبرى بالتسمية القديمة ديالها. اليوم اللي أكيد هو أن هاد الدراسة القبلية أبانت عن بعض النواقص منها المناطق الصناعية. اليوم قد ما كنا موجودين بالنسبة للسكن وبالبنايات السكنية كان عندنا تقليص في المساحات الخضراء، وكان هناك تقليص أيضا في كل ما هو مناطق صناعية. فجاء هذا المخطط المديري اليوم باش يجاوب على هذه النواقص، والحمد لله اليوم تم خلق مناطق جديدة اقتصادية على صعيد نواصر على صعيد مديونة داخل مدينة الدار البيضاء، أيضا منطقة الحنطات ومنطقة ديال الساحل الإفريقية هما عبارتين عن منطقتين اقتصاديتين التي سوف ترى النور إن شاء الله. وكان جدول الأعمال الدورة اليوم من بعض النقاط اللي تم التداول فيها هما هادو، فكنظن على ان هذا المخطط المديري كان لازم على انه يجي في هذه الظرفيه، لان الاشغال غدا تبدا. لا بالنسبه للملعب الكبير فالاشغال ابتدات اليوم، كاين الاشغال اللي غتبدا بالسكك الحديديه وغادي تبدا القطار الفائق السرعه اللي هما المسالك ديالو تم معالجه. كاين ايضا الانبوب ديال الغاز نيجيريا المغرب اللي حتى هو اليوم طبعا كاين المسار ديالو اللي هو جا في المخطط المديري، وغير ذلك من المجالات الاخرى اللي جا فيها المخطط المديري كمحطتين طرقيتين اللي اليوم جا بهم برنامج العمل. واللي خصني ناكد عليه اليوم هو ان برنامج العمل جا كيصب مباشره فيما يصب فيه مخطط المديري، وهذا التجانس وهذا يعني هذه الرؤيه لا ديال المجلس ولا ديال الوكاله الحضريه، كنظن انا انها اليوم كاين تلاحم وكاين واحد الرؤيه موحده، وهذا الغرض هو الغرض الاكيد من المخططات المديريه، وهو انها كتجي كتستجب اولا لحاجيات المواطنين، كتستجب لتطلعات، ولان هذه سيت اون فيزيون اللي جا بها المجلس اللي اكيد اليوم حتى هو كان خصني يعني كان خصنا نزيدوه، وهو المصنع الجديد لتتميم النفايات اللي حتى هو كان ولا بد، ورحنا شفنا في العرض على ان كانت هناك نواقص بالنسبه للبيئه. اليوم هذا المصنع كيجي لتتميم النفايات وباش تولي تدبر بكيفيه يعني كتحاول انها تحافظ على البيئه. فنظن يعني وكلمات ديال الساده الاعضاء راه كانت مستفيده، الحمد لله ان هذا المخطط المديري جا في هذا الوقت باش يجاوب على هذا يعني جميع النواقص اللي كانت خاصنا، وهذو مستجدات ايضا. يعني اليوم عرفنا الملعب فين غادي يتحط في المنصوريه، فكان لازم على اننا نوضعوا جميع الاليات للاشتغال باش نشتغلوا في اريحيه في الايام المقبله انسجاما مع المخطط المديري مع تصاميم التهيئه مع الرؤيه المجلس رؤيه المجالس الاخرى اللي هي كلها داخله معنا في هذه المنطقه ديال الدار البيضاء الكبرى.